ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة عبر برنامجنا الوطني إنجازات وطنية، يبث على قناة جوسات الفضائية الأردنية. وضيفنا لهذه الحلقة شاب من فرسان التغيير، وهو سعادة الدكتور نضال الغزاوي، صاحب عيادة آلاء الطبية في محافظة الزرقاء في الزرقاء الجديدة. سعادة الدكتور نضال الغزاوي، مرحب فيك برنامجنا الوطني. بداية نحكي لك مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا فيك. أكيد سيد نضال، أكيد لك الباع الطويل والخبرة في هذا القطاع، وأنت شاب من فرسان التغيير. لكن بداية حابين نعرف السادة المشاهدين، من هو السيد نضال الغزاوي؟ نتحدث عن حياتك العملية والمهنية قبل افتتاح عيادة آلاء الطبية العريقة والمرموقة في هذه المنطقة. الله يعطيكم العافية. أول شيء ومشكورين على الزيارة، نورتونا. ثاني شيء الدكتور نضال الغزاوي خريج جزائر من جامعة محمود منتوري في مدينة قسنطينة. بعد تخرجي قدمت امتحان لمزاولة المهنة، حصلت على رخصة من المجلس الطبي الأردني في الطب العام والجراحة العامة. وبعد ذلك امتهنت الطب واشتغلت في عدة أماكن في المستشفيات الأردنية وعيادات كثيرة، إلى أن يسر لنا المولى يعني، وربنا يسر الأمور واشتغلنا هون بالعيادة. الحمد لله. نتحدث عن تأسيس عيادة آلاء الطبية، متى تأسست؟ عيادة آلاء الطبية لها تقريبا شهرين مؤسسة. شهرين. نعم جميل. نتحدث عن أبرز خدمات هذه العيادة بشكل عام. إحنا العيادة عنا تقدم خدمات الطب العام، الجراحة العامة والطوارئ. لا أهل المنطقة. الطب العام، شو خلنا نوضح للسادة المشاهدين شو المقصود بالطب العام دكتور نضال؟ الطب العام هو الأصل في كل علوم الطب، أي مريض في الأصل لازم يشوف طبيب عام قبل لا يتوجه طبيب مختص. نعم. يعني طب شامل. الطب شامل لكل شيء تقريبا عدا طب الأسنان، لأنه طب الأسنان بيختلف نهائي عن طب العام وعن الطب بشكل عام. أكيد. يعني أنا بضم صوتي لصوتك دكتور. دكتور نتحدث عن أبرز الحالات التي يواجهها المرضى داخل عيادة آلاء الطبية بهذا العام. والله احنا عندنا الحالات مختلفة. نعم. عندنا الحالات من الحالات الطبية والحالات الجراحية. نعم. حالات طبية للأطفال، للكبار بالعمر، للرجال والنساء بنفس الوقت مختلفة، من الالتهابات، من الفيروسات، من المشاكل المعوية، من المشاكل بالجهاز الهضمي، المشاكل بالجهاز الرئوي، مشاكل التهابات المسالك البولية، بالالتهابات بمختلف أنواعها. نعم يعني دكتور كيف ترى تطور هذا القطاع في الأردن، الطب العام؟ يعني ما شاء الله شاب من فرسان التغيير، اكيد في خريجون جدد اكيد مثل حضرتك، يعني كيف بتشوف تطور القطاع؟ والله بصراحه تطور القطاع كان يعني جميل وجيد ومرتفع بنسق متواتر لحد فتره، لحد سنتين ثلاث سنين صار في تقصير من عده جهات وصار في ضغوط زياده على الاطباء خصوصا الخريجين الجدد. يعني اكيد ان شاء الله دكتور اكيد صوتك بيصل عبر هذه الشاشه ان شاء الله. اكيد نقاط اكيد الاطباء اكيد تتعاون، واكيد توجه نداء لوزاره الصحه ان تتعاون معكم، لازم دوكم اكيد يكون بناء اكيد. يعني بتحب توجه رساله اخرى دكتور؟ والله رساله اخرى للاخوه الاطباء. نعم. الزملاء الاطباء انهم يشدوا حالهم شوي، انه ما يستنوا تعيين الصحه، لانه الصحه على الاغلب راح تماطل، راح تماطل اكثر والدور راح يتراكم اكثر. مهما كان في حلول، حلوله راح تكون مؤقته. نعم. مش حلول على المدى الطويل ومش حلول فعالة، عبارة بس عن إبر تخدير، فلازم يشدوا حالهم شوي، كل واحد يسعى بأحسن ما عنده. أكيد من صار على الدرب وصل لكل مجتهد نصيب. إن شاء الله. رسالتك لجيل الشباب دكتور، أكيد خريجين الجدد. والله الخريجين الجدد من مختلف القطاعات إنه الوضع صعب وصعب كثير، يعني ما يتوقعوا الحياة وردية أول ما يطلعوا لسوق العمل. نعم. لازم يشتغلوا على حالهم، يشتغلوا على حالهم كثير منيح، مش ضروري إنهم يشتغلوا بالإشي اللي بيحبوه أو الإشي اللي هم راغبينه كثير. يشتغلوا بالإشي المتاح ويحاولوا يوصلوا لإشي أبعد منه. ما في حدا بيطلع السلم على السريع، وإذا طلعوا على السريع بينزلوا أسرع. نعم. لازم ياخذوا الحياة خطوة خطوة، مرحلة مرحلة، وإن شاء الله رايحين يوصلوا، اللي بتعب بالنهاية بوصل. أكيد أكيد. يعني كما ذكرت قبل قليل، مسار على الدرب وصل كل مجتهد نصيب. بضبط صوتك دكتور. دكتور أكيد قبل نهاية هذا البرنامج الوطني إنجازات وطنية عبر شاشة قناة جوسات، أكيد نقول لك كل عام وأنت بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأنت بألف خير يا رب. منهن أكيد الأسرة الهاشمية أكيد بهذه المناسبة بجلالة القاضي العالي. لو حلفك الحظ أن تخبرت بجلالة القاضي العالي جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين كشاب من فرسان التغيير، لك طموح عالي، شو بتحب توجه رسالة عبر هذه الشاشة بهذه المناسبة السعيدة؟ أول شيء بحب أعايد عليه، كل عام وجلالة سيدنا بألف خير والأسرة الهاشمية بألف خير. ثاني شيء راح أشد عيده واشد عيده كثير، لانه البلد بحاجته، بحاجته كثير وبحاجه حكمته وارادته الساميه للتغيير والتغيير نحو الافضل، انه يستمر في نهج العطاء واحنا معه ان شاء الله.
اكيد الله يديم نعمه الامن والامان على جميع الدول العربيه دون استثناء، والله ما دام وجد الاستقرار وجد الاستثمار دكتور اكيد، والله يحفظ جلاله الملك وحماه الوطن على عين السيره. سعد دكتور اكيد حابين نحدد الساده المشاهدين اكيد موقع هذه العياده، عياده الاء الطبيه اكيد، واذا لديكم صفحه على الويب سايت والفيسبوك حابين نذكرها عبر هذه الشاشه للتواصل. احنا موقعنا الزرقاء الجديده بوار البتراوي الطابق الثاني بجانب نار سناك، صفحتنا على الفيسبوك الاء ميديكال كلينيك. نعم اكيد ارقامنا تصدر على الشاشه اكيد ان شاء الله. مدير التصوير سيد محمد بصفحه، نتمنى لك التوفيق والنجاح دكتور. وفي نهاية لقائنا أعزائي المشاهدين الكرام نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور نضال الغزاوي صاحب عيادة الآلاء الطبية في محافظة الزرقاء العريقة بأهلها وكرمها وجودها أكيد، وكل عام وانتم بخير دكتور، وشكرا لدعمك وجودك معنا على هذا الكلام. الله يعافيك، شكرا لك.